السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ تمام، ننتظر دقيقة ثم نبدأ المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ اللقاء التاسع من مقرر الرياضيات المالية لطلبة الاقتصاد والعلوم الإدارية. إن شاء الله في هذا اللقاء راح نتحدث عن المتتاليات ومجموعها، وهو الفصل الخامس في المقرر. فعليا في هذا الباب وهو المتتاليات راح نتحدث عن المتتاليات بشكل عام. نتحدث عن المتتاليات الحسابية، وهو نوع من أنواع المتتاليات. نتحدث عن نوع آخر هو المتتالية الهندسية. عدد الأسئلة في هذا الباب بالنسبة للاختبار تقريبا تتراوح 5 أسئلة. خلينا نتحدث عن المواضيع الأساسية اللي موجودة في هذا الباب. تبدأ المتتاليات في صفحة 162 أو 164. المتتاليات هي عبارة عن سلسلة من الأرقام وراء بعض. أول رقم نسميه الحد الأول، الرقم الثاني نسميه الحد الثاني، وهكذا. هذه الأرقام بتكون فعليا خاضعة لقانون معين أو قاعدة معينة، ونشأت عن طريق هذه القاعدة. عادة في المتتاليات، يعني مثلا لو ذكرنا مجموعة الأعداد الفردية، مثلا مجموعة الأعداد الصحيحة الفردية، بنلاحظ إنه في عندي واحد مثلا، اثنين، ثلاث، أربعة، خمس. هذه مجموعة الأعداد، خلينا نحكي بشكل عام، 7، 8، 9. لو طلبنا مثلا إيجاد مثلا مجموعة الأعداد الفردية، راح تكون على سبيل المثال 1، 3، 5، 7، 9. فهذه تابعة لقاعدة معينة، يعني سلسلة من الأرقام غير منتهية، تابعة لقاعدة معينة إحنا مثلا نذكرها مجموعة الأعداد الفردية. أو مثلا رياضيا بتكون 2n-1 إلى آخره. مثلا لو طلبنا، لا، بدنا مجموعة الأعداد، خلينا نحكي الزوجية، راح نقول 2, 4, 6, 8, 10 إلى آخره. أي بمعنى، بس اللي حاب أوصله إنه فعليا المتتاليات هي مجموعة أرقام وراء بعض بالترتيب، بحيث إنه بتمثل لي قاعدة معينة. عادة ما بنسمي أول حد هو الحد الأول، الرقم الثاني بنسميه الحد الثاني، الرقم الثالث بنسميه الحد الثالث، وهكذا. فمثلا بس خلينا نكتب هنا المتتاليات. هذا درس اليوم. خلينا مثلا نكتب أرقام كالتالي.
مثلا 5، 10، 15، 20 و 25 إلى آخره. نلاحظ أن هذه زي مضاعفات العدد 5، 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35 إلى آخره. فعليا بشكل عام شو ما كانت القاعدة اللي عندي والأرقام اللي عندي، هذا بنسميه الحد الأول. الحد الأول عادة ما يرمز للحد الأول A1، هذا بنسميه الحد الثاني ويرمز له بال A2، وهذا بنسميه الحد الثالث و A3 وهكذا. ففعليا عندي الأرقام هنا حسب ترتيب الحدود. في بعض المتتاليات تخضع لقاعدة معينة، مثلا زي انه مثلا هذه اللي كتبناها احنا هي تخضع لقاعدة AN تساوي لي 5N مثلا، حيث انه اذا طلبنا مثلا الحد الاول، الحد الاول يعني الان تساوي لي 1. اذا بدنا الحد الاول يعني الان تساوي لي 1، يعني بدي A1. A1 اي بمعنى راح اعوض بدل ان 1، فعندي 5N. اذا 5 في 1، 5 في 1 وتساوي لي 5. لاحظوا هذا 5، لانه هذه القاعدة هي لمضاعفات الخمسة ونسميها الحد العام. العام مثلا لما يكون عندي AN فهو حد العام. لو طلبنا مثلا الحد رقم 3، الحد رقم 3 يعني الآن شو تساوي لي 3، بدي أعوض A، بدي أوجد A3 بدي أعوض محل الآن 3، فخمسة في 3 راح يكون 15. هاي الحد الثالث كم قيمته؟ 15. مثلا هذا الحد الرابع، الحد الرابع اللي هو A4. A4 لو بدي أوجد مثلا الحد الرابع، أنا بعوض محل أن 4 بس. أنا بدي أوجد الحد الرابع، بعوض محل الحد 4، محل الأن 4، ويساوي لي 5 في 4 يساوي لي 20. مثلا لو طلبت الحد العاشر، شو راح يكون الحد العاشر قيمته؟ شو راح يكون الحد العاشر قيمته؟ الحد العاشر نعم 50. ليه؟ الحد العاشر يعني ان 50، الحد رقم 10، هذا معنى الحد العاشر. الحد العاشر يعني ان قيمتها 10. فاي 10 شو يساوي لي؟ 5 في 10 ويساوي لي 50. طيب فهمنا بشكل عام، هذا اول شيء مطلوب، انه ممكن اطلب اعطيكم قاعدة عامة لاي متتالية، متتالية من مثلا انا اكتبها، ونطلب قيمة الحد مثلا السادس، قيمة الحد العاشر، قيمة الحد العشرين وهكذا. فمثلا لو كان لدينا المتتالية التالية، إذا كانت المتتالية AN تساوي لي مثلا N تربيع ناقص مثلا 2، وطلبت أوجد الحد مثلا السابع. لو بدي الحد السابع نشوف شو الحل. الحد السابع يعني ايه 7، يعني محل الآن شو لازم أعوض؟ شو لازم أعوض محل الآن؟ 7. أنا عندي القاعدة هذه، هيها هذه القاعدة،
القاعدة طبعا أنا بعطيكم إياها من سؤال لسؤال تختلف القاعدة، يعني قبل شوي كانت القاعدة أو الحد العام إنه 5 أن، لا الآن أن تربيع ناقص واحد، لأن تربيع ناقص واحد لهاي القاعدة لهاي المتتالية أوجد قيمة الحد السابع لها، إذا دا عوض محل أن 7. إذا القاعدة بشكل عام إيه أن شو تساوي لي؟ أن تربيع ناقص 2، بدل أن هذه راح أعوض 7. ليه 7؟ لأنه أنا طالب الحد السابع. لو طالب الحد العاشر بعوض 10، لو طالب الحد 20 بعوض 20، لو طالب الحد الخامس بعوض 5، وهكذا. إذا 7 تربيع ناقص 2 الناتج شو يساوي لي؟ 49 ناقص 2 ويساوي لي 47. إذا الحد السابع قيمته 47، الحد السابع قيمته 47. طيب لنفس القاعدة لو طلبنا منكم مثلا الحد العاشر، مثلا الحد العاشر لنفس القاعدة كم القيمة راح تكون؟ لنفس هذه القاعدة لو طلبت أوجد الحد العاشر شو راح تكون القيمة؟ لا مو 100، مو 100 أخ تركي. ليه؟ لأن الحد العاشر بدي أعوض بدل أن تربيع 10 تربيع، بعدين ننقص منها 2. 10 تربيع 100 ناقص 2 تساوي لي 98. ما نستعجل، 98. طيب ناخذ متتالية أخرى. إذا كانت المتتالية مثلا AN تساوي لي مثلا 2N زائد 1 تربيع على سبيل المثال، الكل تربيع 2N زائد 1 الكل تربيع، أوجد قيمة الحد مثلا خلينا نحكي الرابع. شو قيمة الحد الرابع هنا؟ القاعدة بتقول لي AN تساوي لي 2 ضرب N زائد 1 الكل تربيع. الآن A4 نمشي خطوة خطوة، يعني 2 ضرب 4 زائد 1 الكل تربيع. ما أوزع التربيع والله على كيفي أوزع التربيع، لا أول شيء لازم أنفذ ما داخل القوس، وداخل القوس طبعا الأولوية دائما للضرب والقسمة بعدين الجمع والطرح. فاثنين ضرب أربعة 8 زائد 1 الكل تربيع. طب 8 زائد 1 كم؟ 9، 9 تربيع. الآن 9 تربيع كم؟ 81. إذا عملية حسابية، يعني أنتو هذا المربع لو تكتبوه بالشكل الصحيح في الآلة الحاسبة بيعطيك نفس الجواب اللي هو 81. إذا 9 تربيع وتساوي 81. لو طلبنا منكم الحد الخامس، وبإمكانك تستخدم الآلة الحاسبة، ممكن تستخدم الآلة الحاسبة، لو طلبنا منكم قيمة الحد الخامس كم قيمته؟ ايه 5 يعني كم قيمته؟ ننتظر كيف الآلة. عادي انتوا بعد ما تعوضوا ان اكتبوا بالآلة الأرقام هذه بس، يعني هذا المربع مثل ما قلت هذا المربع اكتبوا بالآلة الحاسبة، يعني مش نحط أقواس ونضرب 2 في 4 زائد 1 الكل تربيع. هذه الآلة استخدامها ايش بدنا نستخدم الآلة؟ جمع وطرح. طيب إذا الحد الخامس 2 في 5 زائد 1 الكل تربيع، وهو يساوي لي 2 في 5 10 زائد 1 تربيع، 10 زائد 1 11
ما ننسى التربيع، في طلاب أو طالبات ما أعرف كتبوا 11. أخ صالح مو 11 مقيمي، في تربيع. نفذت مداخل الأقواس، لازم تنفذ التربيع. التربيع آخر شيء، تربيع الـ11 اللي هو 121، عفوا 121، تربيع الـ11. طيب نشوف كيف ممكن يجيكم يعني في الاختبار. بيجيكم يعني مثلا السؤال كالتالي، الحد مثلا خلينا نحكي الحد السابع للمتتالية، يعني الحد السابع اللي هو A7 يعني للمتتالية. نكتب لك قاعدة المتتالية عادة، مثلا AN تساوي لي 2N مثلا ناقص 1 هالمرة، مو زائد 1 مثلا، أو 2N ناقص 10 عشان ما نظل على 1 أو 2، 2N ناقص 10. ونكتب لك تربيع أيضا تساوي، أو هي الحد السابع هو عفوا أول حل ألف، هل الحد السابع A7 راح يكون 7؟ ب هل الحد السابع راح يكون 4؟ جيم هل الحد السابع راح يكون 16؟ دال هل الحد السابع راح يكون 1؟ إذن الأغلب جاب الإجابة الصحيحة إلا الأخ محمد، محمد كتب 4 واستعجل. جيم نعم، أنت حسبت فقط مداخل القوس، لابد أن ننتبه أنه في القوس مضروب تربيع إلى آخره. يعني مثلا هنا الحد السابع A7 محل أن راح نعوض 7، 2 في 7 ناقص 10 تربيع، ويساوي لي 2 في 7 14 ناقص 10 تربيع، واللي هي تساوي لي 10، طبعا 14 ناقص 10 4 تربيع، ويساوي لي 16. مثال آخر، الحد العاشر اللي هو A10 للمتتالية AN تساوي لي 3N ناقص 5 الكل مضروب في 4 يساوي، هو الحد العاشر هو ألف، هل الحد العاشر يساوي لي 25؟ ب هل الحد العاشر يساوي لي 100؟ جيم هل الحد العاشر يساوي لي 60؟ هل الحد العاشر يساوي لي 10؟ شو الإجابة؟ في ألف
الألف يعني أخ علي مثلا، أنت ألف، هل نفذت بس داخل الأقواس؟ ما انتبهت إنه هذا القوس مضروب، يعني ليش نستعجل؟ والله خلاص نشوف أقواس ننفذ ما داخل الأقواس، اللي برا الأقواس ما إنه فيه. في عندي أربعة برا القوس مضروبة بالقوس، ننتبه. طيب خلينا نشوف، إيه 10 تساوي لي 4 3 في 10. مو الهدف والله انه نستعجل بالحل، الهدف انه ناخذ الدرجة كاملة. عشان تاخذ الدرجة كاملة لابد انه قلمك وذهنك يكونوا حاضرين اثناء الحل. فاربعة ثلاثة في 10 30 ناقص 5 ويساوي لي 4 30 ناقص 5 25. طيب 4 ضرب 25 100، إذا الإجابة الصحيحة 100. طيب هذا لابد إنه نفهمه في البداية. شو هو؟ أعطيتك أنا متتالية معينة، يعني بقدر أكتب أي متتالي لك في الاختبار، وأطلب منك الحد العاشر الخامس السادس السابع الثاني الثالث، لابد أنك تعرف توجد هذا الحد. هذا أول شيء مطلوب منكم. الآن لو نرجع في الكتاب، موجود مثال مثلا صفحة 165 أو صفحة 163. مثال رقم 1، مطالبين فقط بالفرع الأول والثاني، أما الفرع الثالث إنه الحد يعتمد على اللي قبله إلى آخره، هذا غير مطالبين فيه. فمثال رقم 1، مطالبين بالفرع الأول والثاني، صفحة 165 أو 163. نيجي لمجموع المتتاليات اللي هو صفحة 166 أو 164، هذا غير مطالبين فيه. و مثال 3 أيضا غير مطالبين فيه، عفوا مثال 2، عفوا مثال 2 غير مطالبين فيه، صفحة 165 أو 167. نيجي الآن لنوع من أنواع المتتاليات. أول نوع راح ناخذ نوعين، المتتاليات الحسابية والمتتاليات الهندسية. فعليا بكل نوع راح ناخذ 3 مواضيع رئيسية، لكن في الاختبار في المتتالية الحسابية عليها سؤالين، في المتتالية الهندسية عادة أيضا سؤالين. فمجموع عدد الأسئلة في المتتاليات بشكل عام 5 أسئلة، 2 على الحسابية 2 على الهندسية وواحد بشكل عام. مثل هيك إذا أعطيتك متتالية لابد أنك توجد الحد تبعها، أي رقم حد. إذا الآن ننتقل على المتتالية الحسابية. المتتالية الحسابية خلينا نفهمكم إياها بالأرقام. أول شيء لازم نعرف إنه هل هذه متتالية حسابية ولا لا. ثاني شيء لازم نوجد الأساس تبع هذه المتتالية الحسابية. ثالث شيء لابد إنه إذا أعطيتك متتالية حسابية لازم تقدر توجد أي حد، قيمة أي حد أنا أطلبه. إذا ثلاث أمور مهمة. أول شيء تميز هل هي حسابية ولا لا، توجد أساس المتتالية الحسابية، توجد الحد المطلوب للمتتالية الحسابية. خلينا نشوف. لكن أول شيء نتعرف إنه شو يعني المتتالية الحسابية. المتتالية الحسابية بشكل عام إنه حاصل طرح أي حدين متتاليين دائما مقدار ثابت، دائما راح يكون نفس الناتج. فمثلا لو أخذنا هذه المتتالية 2 6 10 14 18 و22 إلى آخره، عندي حدود الحد الأول الثاني الثالث الرابع الخامس
والسادس عندي 6 حدود. شو الملاحظ هنا؟ الملاحظ هنا انه اي حد ناقص اللي قبله، يعني هذا الحد ناقص هذا الحد، هذا الحد ناقص هذا الحد، هذا الحد ناقص اللي قبله، وعشرة ناقص اللي قبلها اللي هي 6، والستة ناقص اللي قبلها 2، لازم ننفذ عمليات الطرح اللي عندي انا هذه. فلازم اعمل عمليات الطرح اللي هي A6 ناقص A5 كم المقدار، A5 ناقص A4 كم المقدار، A4 ناقص A3 كم الناتج، و A3 ناقص A2 ايضا لابد ان نحسبه، و A2 ناقص A1 نوجد هذه الفروقات، هذه عمليات الطرح. إذا كان الناتج نفسه دائما نفسه، يعني نفس الرقم في الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة نفس الرقم ما تغير الرقم، فبنسميها متتالية حسابية. إذا كانت عمليات الطرح تفرق فهي ليست حسابية، ما بتكون متتالية حسابية. لكن أهم شيء الحد ناقص اللي قبله مباشرة، مش والله أختار أي حد، لا، الحد السادس ناقص الخامس. طيب نشوف الحد السادس ناقص الخامس شو راح يكون الناتج، يعني 22 ناقص 18 شو راح يكون الناتج، 4. نشوف اللي بعدها، الحد الخامس اللي هو 18 ناقص الحد الرابع اللي هو 14 كم الناتج، ايضا 4. لغاية الان تمام، نفس الناتج، لاحظوا هنا 4 وهنا 4 نفس الناتج. لو اختلف خلص اوقف واقول ليست حسابية مباشرة، حتى لو اختلف من البداية ما في داعي اكمل. ليش اكمل؟ لانه اختلف، طول ما هو متشابه بظني اوجد عمليات الطرح، الا اذا اختلف. اذا اختلف اتوقف، حتى لو ما اكمل عملية الطرح ما في مشكلة، اتوقف واحكم عليها ليست متتالية حسابية. نيجي نكمل، الحد الرابع اللي هو 14 ناقص 10 اللي هو الحد الثالث 10 يساوي لي 4. لغاية الآن أوكي ممتاز، نفس الناتج. 10 ناقص 6، 10 اللي هو الحد الثالث، 6 اللي هو الحد الثاني، أيضا 10 ناقص 6 4. طيب نيجي لآخر عملية طرح، الحد الثاني 6 ناقص الحد الأول 2 أيضا 4. بنلاحظ ان دائما 4، اذا بنحكم متتالية حسابية، متتالية حسابية حكمنا عليها. طيب شو اساس هذه المتتالية؟ كل متتالية سواء حسابية او هندسية لها اساس. شو اساس المتتالية الحسابية؟ اساس هذه المتتالية الحسابية هو دائما نرمز له بالرمز دي يساوي لي 4، نفس الناتج من عمليات الطرح، نفس الناتج من عمليات الطرح. شو كان الناتج الطرح؟ 4. فأساس المتتالية راح يكون هو 4، هذا الأساس. فكيف نعمل، كيف إذا قلت لك هذه حسابية كيف أوجد أساسها؟ أساس المتتالية الحسابية، إذا أنت خلص حكمت على هذه المتتالية الحسابية فأساسها هو أي حد ناقص اللي قبله، أي حد ناقص اللي قبله يعطيك أساس المتتالية الحسابية. طيب ناخذ متتالية أخرى نشوف نفحصها هل هي حسابية ولا ليس حسابية. مثلا لو أخذنا المتتالية التالية 12 و9 6 3 و0 وسالب 3 إلى آخره. أيضا أنا عندي هذا الحد الأول، هذا الحد الثاني، هذا الحد الثالث، هذا الرابع، هذا الخامس، وهذا السادس. لو نيجي عمليات الطرح نجريها، الحد السادس ناقص الحد الخامس، طبعا في الاختبار ممكن يعني اجيب لك مش 6 حدود، ممكن 4 ممكن 5، فانت بتلتزم باللي موجود. يعني هنا 6 اوكي عمليات الطرح راح تزيد،
لكن مثلا إذا أنا خففت لك الأعداد، كل ما خففت لك الأعداد بتقل عمليات الطرح يعني. فالحد السادس ناقص الخامس يعني سالب 3 ناقص 0، طبعا سالب 3 ناقص 0 سالب 3، أي عدد ناقص 0 بظل نفس العدد. طيب الحد الخامس ناقص الحد الرابع شو يساوي؟ الخامس 0 ناقص الحد الخامس اللي هو عفوا الحد الخامس 0، الحد الرابع 3، 0 ناقص 3 أيضا سالب 3. طيب نيجي للحد الرابع ناقص الثالث، الحد الرابع 3 ناقص الحد الثالث 6، 3 ناقص 6 أيضا سالب 3. لاحظوا أنه ما زال نفس القيمة. الحد الثالث ناقص الحد الثاني شو يساوي لي؟ اللي هو 6 ناقص 9، 6 ناقص 9 اللي هو أيضا سالب 3. الحد الثاني ناقص الحد الأول اللي هو 9 ناقص 12 يساوي لي سالب 3 أيضا. نلاحظ أن دائما متساوية، إذا نحكم عليها متتالية حسابية أساسها الدي. شو تساوي لي هنا أساس المتتالية؟ شو تساوي؟ أساسها 3، نعم سالب 3، أساسها سالب 3 اللي هو ناتج من عمليات الطرح هنا. هذا هيك نقدر نعرف هل أنا عندي المتتالية حسابية ولا لا. خلينا نأخذ كمان مثال ثم نشوف كيف ممكن يجينا بالاختبار. المثال نحطه الآن مثلا، خمسة سبعة عشرة 13 16 و خلاص يكفي. خلينا نشوف هذا الحد الأول، هذا الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع، وهذا الخامس. أوكي ما في سادس ما في مشكلة، حتى لو ما في خامس ما في مشكلة، من ترتاحوا كل ما خففت الأعداد ترتاحوا من عمليات الطرح. طيب أول شيء بدنا نشوف الحد الخامس، نبدأ بآخر حد ظاهر عندي ونرجع رجوع. الحد الخامس ناقص الحد الرابع شو يساوي لي؟ اللي هو 16 ناقص 13، 16 ناقص 13 اللي هو 3. طيب الحد الرابع ناقص الحد الثالث، 13 ناقص 10، 13 ناقص 10 أيضا 3، ممتاز. الحد الثالث ناقص الحد الثاني اللي هو 10 ناقص 7، 10 ناقص 7 أيضا 3. هل نتوقف ولا نكمل؟ هل نتوقف ولا نكمل؟ يعني إذا شفنا مثلا دائما 3 هنا يعني خلاص ما في داعي نكمل؟ طبعا لا لازم نكمل، ممنوع والله نتوقف. شو بضمن لك إنه آخر عملية أو بعد ما تتوقف إنه يطلع العدد مغاير يعني لا يساوي 3؟ فالحد اثنين ناقص الحد الأول شو يساوي لي؟ 7 ناقص 5، 7 ناقص 5 2، أوب غير متساوي. إذا حتى لو من البداية غير متساوي نتوقف، يعني مجرد إنه طلع الرقم رقمين مختلفات نتوقف ونكون نحكم غير حسابية، غير حسابية. طيب شو أساسها هنا؟ شو الأساس راح يكون؟ شو راح يكون الأساس؟ ممتاز والله صرتوا تفتوا، 3 و2، 3 ناقص 2 هي ليس غير حسابية. أساس الحساب ما احنا بنحكي أساس المتتالية الحسابية، طب ما هي غير حسابية، هذه ليس لها أساس. إذا كان غير حسابية خلاص ما لها أساس، صرتوا يعني تطلعوا قوانين من عندكم. طيب إذا كانت حسابية فالأساس بيكون عمليات الطرح
اللي هي المتساوية قيمتها. أما إذا كانت غير حسابية خلاص، ما هي غير حسابية ما إلها أساس. طيب إذا نشوف كيف ممكن نسأل في الاختبار. ممكن أسألكم في الاختبار مثلا كالتالي: أساس المتتالية الحسابية، اللي هو المتتالية الحسابية كالتالي: 11 مثلا 7 3 سالب 1 سالب 5 إلى آخره، هو ألف. هل الأساس R هنا يساوي 11؟ ب هل الأس عفوا دي دي الأساس دي وليس R، R للهندسية الحسابية دي، هل الأساس هنا يساوي لي 4 جيم؟ هل الأساس دي يساوي لي سالب 5 دال؟ هل الأساس دي يساوي لي سالب 4؟ شو أساس المتتالية هنا؟ واحد من الموجود. لما أقول لك هذه متتالية حسابية أوجد أساسها، عادي أي رقم ناقص اللي قبله، أنت هيك وجدت الأساس، لأنه ما في داعي تفحصها إذا كانت، إذا أنا حكمت عليك إنها حسابية. أنا بقول لك هذه متتالية حسابية أساسها هو، اختار. فأي رقم يا أي رقمين متتاليين نطرحهم من بعض. في طلاب كتبوا باء. طيب متتاليين أي حد ناقص اللي قبله. أخ تركي، أخ صالح، 7 ناقص 11 كم؟ ما نخرب سؤال يعني سهل جدا، والله عشان ما استخدمت الآلة الحاسبة أو ما تعرف تتعامل بالإشارات، هذه مشكلة كبيرة. إذا الأساس دي شو يساوي لي؟ أي حد ناقص اللي قبله، اختار أي حد، يعني 3 ناقص 7، 7 ناقص 11، سالب 5 ناقص 1، وسالب 1 ناقص 3، أي حد راح يعطيك، يعني مثلا لو أخذنا 7 ناقص 11 اللي هو راح يعطيني سالب 4، خلص ما في داعي. إذا حاب تكمل أو تجرب شيء ثاني، مثلا سالب 5 ناقص سالب 1، طبعا سالب 5 ناقص سالب 1 سالب وراها سالب بتصير موجب، يعني سالب 5 زائد 1 بتصير سالب 4. لو اخترت مثلا سالب 1 ناقص 3، سالب 1 اللي هو هذول المتتاليين، سالب 1 وناقص اللي قبله اللي هو 3 راح يعطيني سالب 4، وهكذا أي شيء اختاره راح يعطيك سالب 4. هل الصوت واضح؟ إذن الناتج هو سالب 4. هاي المشكلة إنه في منهم بيسمع الصوت متقطع وما لحاله، يعني يعلق الصوت متقطع. هو لو الصوت متقطع ما بتلاقي كل المجموعة ذكرت هذا الشيء يعني. فبشكل عام اللي شايف الصوت ضعيف متقطع هو لحاله شايفه، مو المجموعة كاملة يعني الجروب كامل أو ظاهرة يعني واضحة، هو يعني يحل المشكلة من عنده. طيب مثلا ممكن أسألك سؤال آخر، شو هو؟ متتالية، سؤال مهم مثلا، نقول لك نعطيك مجموعة متتاليات، نقول لك واحدة منهم متتالية حسابية، طلعها. متتالية من المتتاليات التالية تعتبر متتالية حسابية. هنا لازم تفحصهم كلهم وتشوف أين الحسابية. فمثلا ألف ممكن أعطيك متتالية كالتالي: مثلا سالب 2 1 4 7 10 إلى آخره. ب ممكن أعطيك متتالية كالتالي:
اثنين سالب اثنين، اثنين سالب اثنين، اثنين إلى آخره. جيم، ممكن أعطيك المتتالية التالية، مثلا صفر، أربعة، ثمانية، ستاش، عشرين إلى آخره. دال، ممكن أعطيك المتتالية مثلا مثلا أربعة، ستة، أربعة، ستة، تسعة، 12، 15 إلى آخره. بدك تفحص المتتالية ألف وباء وجيم ودال وتطلع المتتالية الحسابية، لأنه متتالية من التتالية تعتبر متتالية حسابية. أنا ما أجيب والله خيار في مثلا ألف وباء صحيحات، ولا مثلا أكثر من خيار صحيح، لا، فقط بقول لك واحدة منهم تعتبر متتالية حسابية. إذا نطلعها شو هي راح تكون؟ أول واحدة، نعم، أوكي، أنا هنا مخطئ، بس في الأولى لا، في الأولى مخطئ. على العموم الأولى صحيحة، هذا كلام سليم، والجيم صحيحة، هذه يعني في الأول ألف وجيم، ألف وجيم، نعم ألف وجيم. عادة أنا أعطيكم متتالية واحدة، يعني صدفة إنه الألف أنا كنت حاب شو اسمه حاط 11، يعني بال 11 وحطيت 10. أوكي، على العموم ما في مشكلة. إذا يعني مثلا لو خلينا هذه على سبيل المثال 11 مو 10، أول شيء ألف ننفيها، صح ولا لا؟ ألف، عفوا، جيم خاطئة، نعم جيم خاطئة، أوه صح، جيم خاطئة، صح، أوكي عفوا، جيم خاطئة، أوكي، اليوم يعني كنت في دائرة حكومية فضربتني الشمس الظهر. اوكي، الجيم نعم خاطئة، صح، انا ضاعفت الثمانية، صح، ل 16. اوكي، اذا الف لا صحيحة، ما في مشكلة، فالجواب اللي كتب الف صحيح، نعم، لانه لو نطرح 10 ناقص 7 3، 7 ناقص 4 3، 4 ناقص 1 3، 1 ناقص 2 ايضا 3. باء خاطئة، شو السبب؟ لو نيجي لباء خاطئة، ليش السبب؟ الآن راح نجيها واحدة واحدة أخ مضاوي. باء ليش خاطئة؟ باء، شوفوا لو تلاحظوا إنه 2 نطرحها من سالب 2، شو راح يصير؟ 2 ناقص سالب 2، شو راح يكون الناتج؟ طبعا سالب وراها سالب راح يصير موجب، إذا 4، يعني 2 زائد 2. طيب نعمل عملية الطرح الثانية، سالب 2 ناقص 2، سالب 2 ناقص 2، شو راح تطلع؟ سالب 4، يعني مرة 4 ومرة سالب 4، غير متساويات، إذا ب خاطئة، ليست حسابية. نشوف جيم، جيم 20 ناقص 16، طبعا 20 ناقص 16 شو يساوي لي؟ 4. طيب اللي بعدها 16 ناقص 8، 16 ناقص 8 8، غير متساويات، علما انه يعني الاعداد شبيهة، خلينا نحكي ببعض والى اخره، واولها زبطت انه زيد 4، لكن فعليا 20 ناقص 16 4، لكن 16 ناقص 8 8، وبالتالي اختلفوا، وبالتالي جيم خطأ. دال، وين الخطأ فيها؟ الدال وين الخطأ؟ انه كان اول اشي عملية الطرح 3، اخر اشي 6 ناقص 4 2، نعم
يعني الدال هذه ضبطت، كانت الطرح 3 وهذه 12 ناقص 9 3، 9 ناقص 6 3، لكن 6 ناقص 4، 6 ناقص 4 عفوا وين راحت الشاشة؟ اوكي رجعت. اوكي 6 ناقص 6 ناقص 4 بيعطيني 2، كانت 3 3 3 طلع آخر لحظة اختلفت، فدال عملية طرح، عملية طرح أخت هنون، يعني ما في داعي ولا إنه أوكي تحتاج يعني خلينا نحكي مو تركيز لدرجة إنه والله الهوس، عادي عملية طرح، أي رقم حطيه بين قوسين في الآلة الحاسبة ناقص الرقم اللي قبله برضه حطه بين قوسين للتفادي إنه الإشارات، خلص اكتبي يساوي بطلع النتيجة. يعني ما نركز لدرجة إنه والله إنه فوبيا تصيبنا عمليات طرح عادية يعني. طيب هذا بالنسبة لأول مطلوبين من متتالي الحسابين. المطلوب الأول إنه إذا أعطيتك مجموعة متتاليات لابد إنه تطلع المتتالية الحسابية، إذا أعطيتك متتالية حسابية لابد تطلع أساسها. نشوف نكمل على المتتالية الحسابية شو مطلوب منها. المتتالية الحسابية أيضا مطلوب منا إنه نحفظ قاعدة بنسميها الحد العام للمتتالي الحسابية. هذا القانون بنلاقيه في صفحة 170 أو 168. إذا هذا مهم جدا، القانون الحد العام للمتتالية الحسابية مهم جدا هذا إنكم تعرفوا. الحد العام هو AN يساوي لي A1 زائد D وهو الأساس مضروب في N ناقص 1، دائما ناقص 1. الـ AN هذا بنسميه الحد العام أو الحد النوني، يعني الحد رقم نون. A1 اللي هو الحد الأول، الدي هو الأساس، أساس المتتالية، أن اللي هو رقم الحد، يعني مثلا بدنا الحد الخامس الأن راح تكون 5، الحد العاشر الأن راح تكون 10، الحد 17 الأن راح تكون 17 وهكذا. إذا هذا القانون حفظ لابد انه تحفظه. شو بيجيني على هذا القانون؟ راح يجيك على هذا القانون، راح اعطيك مثلا متتالية حسابية، اعطيك حدها الاول، قيمة الحد الاول، مثلا اقول لك الحد الاول 5 2 3 وهكذا، واعطيك ايضا الاساس، اقول لك الاساس يساوي لي مثلا 4 2 3 1 الى اخره، بعدين اطلب منك اوجد الحد العاشر، اوجد الحد الخامس، اوجد الحد 20 وهكذا. ما ننسى هنا انه ناقص 1، ناقص 1، اكتبوا هذا القانون ومطلوب منكم حفظه. خلينا نشوف هنا شو ممكن اسألكم فيه. ممكن اسألك اقول لك متتالية حسابية حدها الأول مثلا A1 يساوي لي، وأعطيك أي حد مثلا 4، وأساسها D يساوي لي، أعطيك أي رقم مثلا 3. المطلوب أوجد الحد مثلا العاشر، نشوف الحل.
نحط المعطيات. شو المعطيات؟ المعطيات انه A1 تساوي لي 4، الأساس دي يساوي لي 3، المطلوب أنا أوجده، المطلوب أوجده الحد العاشر، يعني A10 شو يساوي لي؟ هذا اللي عليه علامة استفهام، هذا اللي بدي أوجده. طيب حتى أقدر أوجد الحد العاشر، لو نرجع للقانون شو يلزمني؟ راح يلزمك الحد الأول والأساس ورقم الحد، 3 أمور مهمة، الأساس والحد الأول ورقم الحد. الحد الأول أعطيناكم إياه، الأساس أعطيناكم إياه الآن قبل شوي. طب شو رقم الحد؟ لما بدي أوجد أنا الحد العاشر شو رقم الحد؟ يعني أن كم قيمتها؟ أن كم قيمتها؟ أن تساوي لي 10. أن الآن راح نيجي يعني، بس الآن كم قيمتها؟ 10. يعني هذه الـ3 أمور، أنا قصدي الحد الأول والأساس ورقم الحد، هاي لازم يكونوا واضحات، لازم يكونوا مبينات. الآن نكتب القانون، AN شو يساوي لي؟ A1 زائد D في N ناقص 1. نعوض المطلوب، أنا بدي أوجد A10، نعوض المعطيات، الحد الأول كم؟ 4 زائد الدي كم؟ نحوظها محلها 3، نفتح القوس، الآن كم؟ الآن يساوي لي 10، 10 ناقص 1. طبعا الأولوية الأقواس ثم ضرب وقسمة ثم جمع وطرح، هاي الأولوية. إذا مو حافظين الأولويات، هذا اللي هيني دخلته جوا مربع اكتبوا مثل ما هو بالآلة الحاسبة عشان يطلع لك الناتج. 4 زائد 3 الأولوية للأقواس، راح 10 ناقص 1 9. بعدين الأولوية للضرب، ما بنجمع 4 و3، الأولوية للضرب، 3 ضرب 9 27. طبعا 4 زائد 27 31. أثناء الشرح ما شاء الله أغلبكم جاب الإجابة يعني، وأنا أشرح يعني. 63 أخ عبد الرحمن، ما أعرف منين أجتك، أتوقع إنك جمعت 4 زائد 3 وهذا خطأ، الأولوية للضرب، ما بنجمع 4 زائد 3، ما بنبدأ والله عكيفنا من اليسار إلى اليمين، لا، في أولويات، الأقواس، الضرب والقسمة، آخر شيء بنفكر فيه الجمع والطرح. فننتبه يعني، ما بنجمع 4 زائد 3 بعدين نضربها ل 9، لا، 3 ضرب 9 27، نجمعها ل 4 31. هذا يعني القانون اللي ممكن نستخدمه بهذا الشكل. طيب ممكن كيف ممكن يجيكم السؤال عليه؟ بيجيكم السؤال مثلا كالتالي، مثلا الحد مثلا السابع لمتتالية حسابية حدها الأول A1 يساوي لي مثلا 10 و أساسها الدي يساوي لي مثلا خلينا نحكي 2، الحد السابع هو أو يساوي، بغض النظر نشوف الخيارات ألف، هل الحد السابع راح يكون يساوي لي 72؟ ب هل الحد السابع عفوا A7 يساوي لي 22؟ هل جيم الحد السابع A7 يساوي لي 62؟ دال
هل الحد السابع يساوي لي اللي 24؟ خلينا نقول شو الصح. ما شاء الله، يعني ذكرت الصح اللي هو 22. اوكي، نشوف نتأكد انه فعلا 22. نحط المعطيات، A 1 يساوي لي 10، ال D تساوي لي 2، ال N هنا بدنا 7 عشان بدنا نوجد الحد السابع، هذا اللي بدنا نوجده اللي عليه علامة استفهام. فرقم الحد السبعة الأساس 2 و A 1 اللي هي الحد الأول 10. القانون شو بيقول لي؟ AN يساوي لي A 1 زائد ال D في N ناقص 1. فـ A 7 شو تساوي لي؟ 10 زائد 2 في N اللي هي 7 ناقص 1، ويساوي لي 10 زائد 2 الأولوية للأقواس، 7 ناقص 1 6. الآن الأولوية للضرب اللي هو 2 ضرب 6، يعني 10 زائد 2 ضرب 6 12، 12 زائد 10 طبعا 22. إذن ب هي صحيح، 22 الجواب صحيح. بدون هذا القانون ما تستطيعوا يعني تحلوا هذه المسألة، فأرجو أنه هذا القانون تحفظه. هذا المطلوب من المتتالية الحسابية. نشوف المتتالية الهندسية، النوع الآخر من المتتاليات، المتتالية الهندسية. بالمتتالية الهندسية مطلوب نفس المبدأ، تفحص هل المتتالية هندسية أم لا، توجد الأساس للمتتالية الهندسية. في عندي الحد العام أو القانون العام لابد أنه برضو تحفظه عشان نوجد أي حد لأي متتالية هندسية. طبعا لازم أعطيكم الحد الأول والأساس برضو. خلينا نشوف شو يعني متتالية هندسية. متتالية هندسية لاحظوا في الحسابية كنا نفحصها بالطرح، بالهندسية بنفحصها بالقسمة. يعني لو كان عندي المتتالية التالية اللي هي 3 6 12 24 و48 إلى آخره، عندي هذه المتتالية. المتتالية طبعا مكونة من الحد الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. حتى نفحصها هل هي متتالية هندسية أم لا بعملية القسمة، نقسم أي حد تقسيم اللي قبله مباشرة. في الحسابية كنا نطرح، في الهندسية نقسم. يعني بدل ما نحكي A5 ناقص A4 نحكي A5 على A4 على قسمة بهذا الشكل. A5 على A4 يعني 48 على 24 شو الناتج؟ راح يكون 2. طيب إذا ظل نفس عملية القسمة نفس الرقم، يعني في كل عمليات القسمة إذا بقي نفس الرقم فهي متتالية هندسية. نجرب نكمل A4 على A3 اللي هي 24 على 12 أيضا 2، A3 على A2 اللي هي 12 على 6 تساوي لي 2، و A2 على A1 تساوي لي 6 على 3 ويساوي لي 2. نلاحظ أن كل عملية القسم 2 إذا نحكم عليها متتالية هندسية، أساسها بالأساس بالهندسية عشان نفرق R، رمزها R من ratio، هذه D من difference الفرق يعني الطرح. R يساوي لي طبعا 2،
ار يساوي لي 2. مو دي اخت يسرى، مو دي الدي للحسابية من الديفرنت، اوكي، اللي هو الفرق. اما الهندسية ار، الرمز راح يكون ار. طيب خلينا ناخذ متتالية اخرى، مثلا المتتالية التالية سالب 1 2 سالب 4 و8 سالب 16 إلى آخره. هذا A1 A2 A3 A4 و A5. برضو نعمل عمليات القسمة، نعمل A5 على A4، شوف شو الناتج، A4 على A3 و A3 على A2 و A2 على A1. عمليات قسمة لا بد من نجريها. سالب 16 على 8 شو راح يعطيني؟ سالب 2. طيب 8 على سالب 4 شو راح يعطي؟ أيضا سالب 2. سالب 4 على 2 أيضا سالب 2، و 2 على سالب 1 أيضا سالب 2. نلاحظ أن نفس الناتج، حتى لو سالب حتى لو سالب ما في عندي مشكلة، نفس الناتج. إذا متتالية هندسية وأساسها R يساوي لي سالب 2. طيب نأخذ كمان متتالية، لو كانت عندي التالية، المتتالية التالية على سبيل المثال 1 2 6 18، وعندي مثلا 54 54 إلى آخره. أوكي، هذه 1 هذه 2 هذه 3 هذه 4 وهذه 5. نجي عمليات القسمة، A5 على A4 كم؟ اللي هو 54 على 18 راح يطلع 3. أوكي ممتاز. الحد الرابع على الثالث 18 على 6 شو بيطلع؟ أيضا 3، ما زال متساوي. الحد الثالث على الحد الثاني اللي هو 6 على 2 يساوي 3. أما الحد الثاني على الحد الأول اللي هو 2 على 1 شو يساوي لي؟ 2. لاحظ أنه اختلف، إذن ليست متتالية هندسية، لا تعتبر متتالية هندسية. السبب أن عملية القسم اختلفت. كيف ممكن نسأل؟ طبعا ممكن نسأل نفس المبدأ، أنه أجيب لكم متتالية وطلع أساسها. مثلا أقول لكم أساس المتتالية الهندسية ونعطيكم متتالية هندسية اللي هي مثلا 2 ومثلا سالب 6 موجب 18 سالب 54 إلى آخره. هو ألف، هل الأساس R يساوي لي 2؟ ب،
هل الأساس R يساوي لي 3؟ ج. هل الأساس R يساوي لي سالب 3؟ د. هل الأساس R يساوي لي سالب 2؟ أوكي، مثل ما قلنا هو عملية قسمة. لو نقسم مثلا سالب 54 على 18 راح يعطيني نعم سالب 3، مثل ما انتو قلتوا 18 على سالب 6 راح يعطيني سالب 3، سالب 6 على 2 راح يعطيني سالب 3، فدائما سالب 3 في الأساس هنا سالب 3، أي قسمة راح نلاقيها سالب 3. السؤال الآخر اللي ممكن أسأله على المتتالية الهندسية هو أعطيك مجموعة من المتتاليات وأقول لك طلع الهندسية. إذا متتالية من المتتاليات التالية تعتبر متتالية هندسية: ألف، واحدة من اللي راح أحطها تعتبر متتالية هندسية. مثلا أحط لك على سبيل المثال 0 2 4 8 16. ب أحط لك مثلا سالب أربعة أربعة سالب أربعة أربعة إلى آخره. جيم أحط لك مثلا 2 7 12 و17 إلى آخره. تال مثلا 3 2، عفوا 3 6 و 18 و 54. واحدة من هذول تعتبر متتالية هندسية، هل ألف ولا باء ولا جيم ولا دال؟ طب ليش مش ألف؟ علي الرفاعي الجهني لما سألت ليه مو ألف كتب صفر، عشان الصفر يعني قصده. ونعم عملية القسم مع صفر هذه غير جائزة، مثل ما قلنا الحاسب تتشنج. إذا وجد الصفر فهي ليست هندسية أكيد مباشرة، خلاص كونه الصفر موجود ليس هندسي لأنه ممنوع نقسم على صفر. حتى لو زبطت هذه، حتى لو 16 على 8 2، 8 على 4 2، 4 على 2 2، لكن 2 على 0 ما تزبط. يعني السبب هنا انه 2 على 0 هذا خطأ ما نقدر نوجده. طيب نشوف با، هل هي هندسية؟ با هل هي هندسية؟ نعم هندسية، لأن عملية القسم دائما يعني 4 على سالب 4 بيعطيني سالب 1، طب سالب 4 على 4 أيضا يعطيني سالب 1، طب 4 على سالب 4 برضو سالب 1، إذا فصحيحة. شو أساسها؟ أساسها هنا R يساوي لي سالب 1، نعم، وحتى في طلاب ذكروا هذا الشيء، أنه هندسية وأساسها سالب 1. جيم، هل هي هندسية؟ طبعا مو هندسية، لأنه لو نجري عمليات القسمة 17 على 12 و12 على 7 و7 على 2 ليست عملية، ليست راح يكون الناتج متساوي. لكن ما نخربط، يعني في بعضكم كتبوا جيم خربط ما بين الهندسي والحسابي، هذه حسابية لكن ليست هندسية. يعني لو أجرى عملية الطرح خربط وأجرى عملية الطرح راح يلاقيها 5 5 5 ويحكم عليها نعم متتالية هندسية. ليه؟ لأنه ما فرق أنه هذه ليست هندسية، هي حسابية وليست هندسية، إذا
جيم خطأ. الحين هندسية، إذا بدنا نفحص هندسية قسمة، إذا بدنا نفحص حسابية بالطرح. فهنا كونه بدنا المتتالية الهندسية نفحصها بالقسمة، هل القسمة متساوي؟ لا. نيجي لآخر شيء دال، شو السبب بدال؟ ليس هندسية. نعم آخر شيء هنا عمليات القسمة الأول 1 3 18 على 6 3، لكن 6 على 3، 6 على 3 تعطيني 2، 2 اختلفت عن أول عمليات قسمة وبالتالي ليست دال، إذن ليست هندسية. في هنا زميلكم أخ صالح قال إذا كانت أربعات 4 4 4 4 هل هي هندسية ولا لا؟ يعني إذا كانت عندي أربعات، يعني مثلا عندي مثلا 4 4 4 4 إلى آخره، طبعا هندسية لأنه الأساس، نعم واحد، الأساس إلها واحد، والوحيد اللي ممكن يكون هندسية وحسابية بنفس الوقت إنه مثل هيك حالات، إنه تكون الأرقام كلها متشابهة، يعني 4 4 4 4 4، لو نقسم راح يكون نفس العدد اللي هو أساسها واحد، ولو نطرح راح يكون نفس العدد اللي هو أساسها صفر. فهذه فعليا هندسية أساسها واحد، وأيضا حسابية أساسها صفر. فالحال الوحيد اللي ممكن يكون المتتالية عندي تحقق إنها هندسية وحسابية إنه إذا كانت متساوية، راح تكون هندسية أساسها واحد وحسابية أساسها صفر. طيب إذا هذا المطلوب في الهندسية، نشوف المطلوب الأخير في المتتالية الهندسية وهو الحد العام اللي هو موجود في صفحة 178 أو 176. إذا الحد العام للمتتالية الهندسية، الحد العام للمتتالية الهندسية هو AN يساوي لي A1 مضروب في R قوة N ناقص 1. هذا الحد العام نحفظه أيضا حفظ. إذا اليوم مطلوب منكم قانونين حفظ، الحد العام للحسابية والحد العام للهندسية. هذا بنسميه الحد العام أو الحد النوني، الحد رقم نون يعني. هاي طبعا A1 اللي هو الحد الأول، الآر هو الأساس، أساس المتتالية الهندسية، ومنلاحظ A1 وآر بيناتهم ضرب، دائما الآر حطها بين قوسين لأنه لها أس، حطها بين قوسين لأنها إلها أس، الأس إلها N ناقص 1، يعني كل الأس هذا N ناقص 1، يعني هيك تنكتب A1 مضروبة في R القوة N ناقص 1، واضح؟ مش الآر قوة N والناقص 1 لوحده، لا، الأس هذا كامل N ناقص 1. فالان هنا رقم الحد اللي بدنا نوجده بهذا الشكل، هذا الحد العام. خلينا نشوف كيف ممكن نحط سؤال ثم نحط تمرين ثم نحط لكم سؤال تحلوه. مثلا متتالية هندسية الحد الأول هو A1 يساوي لي مثلا 10 وأساسها R يساوي لي مثلا 2
مطلوب أوجد الحد مثلا خلينا نحكي الخامس، بدنا نوجد الحد الخامس، نشوف الحل، نشوف المعطيات، عندي الحد الأول 10، الأساس R يساوي 2، رقم الحد N يساوي 5، ليش 5؟ كيف عرفت؟ لأنه أنا مطالب أوجد الحد الخامس، فالN كم؟ 5، إذا أنا مطالب بإيجاد A 5، هذا اللي عليه استفهام. طيب نحط القانون، AN شو يساوي لي؟ A 1 مضروب في R قوة N ناقص 1. إذا A 5 شو يساوي الحد الأول؟ طبعا هاي قيمته نعوضه هنا 10 ضرب الـ R قيمتها 2 نحطها داخل أقواس، والأس هنا نعرف كيف نجيب الأس في الآلة الحاسبة اللي هو 5 ناقص 1 بالأس بهذا الشكل. طبعا أول شيء ننفذ الأس ما داخل الأقواس، داخل الأقواس فيش عندي إلا 2، فهي أسس فيها أس لابد من ننفذه، فهي عبارة عن 2 قوة 4 لأنه الأس هنا 5 ناقص 1 لابد من نبسط هذا الأس، فعندي أنا 4 ويساوي لي 10 ضرب 2 قوة 4 16، 10 ضرب 16 160، هذا الحد الخامس لهذه المتتالية الهندسية. بهذا الشكل نوجد قيمة أي حد مطالبين فيه. طيب نعطيكم الآن تمرين مثلا، نقول لكم كالتالي، الحد مثلا الحد الرابع لمتتالية هندسية حدها الأول اللي هو A1 يساوي لي مثلا خلينا نقول 5 وأساسها الـ R يساوي لي مثلا 3، الحد الرابع هو، هل راح يكون الحد الرابع يساوي لي 60؟ لا. هل الحد الرابع راح يكون يساوي لي 135 جيم؟ هل الحد الرابع يساوي لي 375 دال؟ هل الحد الرابع يساوي لي 405؟ طيب اذا في عندي هنا اختلفتم شوي، في باء وفي دال اللي هو 405. طيب سؤال لتعون ال 405، اخي مضاوي عرفنا انه دال 400 بس خلينا عشان نعد كم واحد دال، تقريبا انتو ثلاثة، هل اللي كتبوا دال اللي هو 405 طرحوا الاس ولا كتبوا اربعة مباشرة؟ شوفوا هنا شو القانون، شو القانون، وركزت عليها انا، هذه ركزت انه الاس ان ناقص واحد وكتبت لوحدها هنا وحطيتها جوا دائرة، الاس كامل ان ناقص واحد يعني اربعة ناقص واحد، هل نفذنا الاس اربعة ناقص واحد؟
يقول لك كتبناه أربعة. أوكي إذا ننتبه، يعني تخطأ هنا عندي راح تدارك هذا الشيء في الاختبار إن شاء الله، أفضل مما أنك تقعد تجرب بالاختبار وتخطأ بالاختبار. فهنا يعني تعليم، مبدأ تعليم، هناك بده يكون فحص، فنكون حذرين. أنا عندي الحد الأول 5 والأساس 3، الأن المطلوبة 4 لأنه مطلوب الحد الرابع، هذا المعطيات. إذا لابد رقم الحد الأساس والحد الأول قيمته. نحط القانون AN يساوي لي A1 بين قوسين R قوة N ناقص 1. A 4 شو يساوي لي؟ A1 اللي هو 5 ضرب ال R اللي هو 3، يعني لاحظة أنا عوضت محل ال A1 5 محل ال R 3، لكن هنا الأس مو 4، 4 ناقص 1، 4 ناقص 1، يعني إذا مطالبين بالحد الرابع الأس راح يكون 3، مطالبين بالحد العاشر الأس راح يكون 9، مطالبين بالحد الخامس الأس راح يكون 4، دائما الأن ناقص 1. فهنا شو يساوي لي؟ 5 في 3 قوة 3، طبعا 3 قوة 3 اللي هي 27، 5 في 7 عندي 35، 5 في 2 10 و3 13، إذا 135 اللي هو ب. اللي كتب دال أخطأ في الأس إنه ما طرحها، ما طرحها بمقدار واحد، هذا أتوقع يعني راح يكون كان خطأ، فأرجو أن ندرك هذا الشيء. إذا اليوم تكلمنا بشكل عام عن المتتاليات وأهم النقاط في المتتاليات، وقلنا المتتاليات عليها 5 أسئلة، سؤال على قانون القانون هيك أي متتالية أوجد أي حد اللي أخذناه بالبداية، كتبت لك أي قاعدة لأي متتالية وقلت لك أوجد الحد الخامس العاشر الثالث الرابع إلى آخره. ثم دخلنا في المتتالية الحسابية وقلنا عن المتتالية الحسابية في سؤالين، وأخذنا 3 أمور مهمة في المتتالية الحسابية، كيف نطلع الأساس، كيف نفحص إنها متتالية حسابية، وكيف نستخدم الحد العام للمتتالية الحسابية لإيجاد أي حد. لازم نعرف نطبق الحد العام للمتتالية الحسابية حتى نوجد أي حد. طبعا لازم أعطيك في السؤال الحد الأول والأساس ورقم الحد اللي بدك توجده. ثم دخلنا على المتتالية الهندسية وذكرنا فيها 3 أمور مهمة، اللي هي أيضا أساس المتتالية الهندسية والرمز تبعه R، وكيف نفحص أنها متتالية هندسية، والشيء الثالث أنه إذا أعطيناك الحد العام لمتتالية هندسية كيف توجد قيمة هذا الحد، مثل هذا المثال الظاهر عندكم. هذا ملخص ما أخذناه اليوم. لو نرجع للكتاب نشوف النقاط الرئيسية والمهمة اللي المفروض تهتموا فيها. احنا وصلنا ل المتتالية الحسابية اللي هي تبدأ في صفحة، يعني من الكتاب وين وصلنا؟ المتتالية الحسابية أتوقع اللي هي في صفحة 165 أو 167. لو نقلب الصفحة، تعريف المتتالية الحسابية، طبعا تعريف هذه غير مطالبين فيها، مثال 3 مطالبين في الفرع الأول والثاني اللي هو إنه ميز هل هي هندسية أو غير حسابية أو غير حسابية. فمثال 3 مطالبين بالفرع الأول والثاني. نقلب الصفحة، في عندي الحد العام للمتتالية الحسابية. مثال 4 معطيني الحد الأول والأساس وقايل لي الحد العام، طبعا الحد العام لابد انكم تحفظوه. المطلوب الثاني اوجد الحدود الخمس الاولى، الحدود الخمس الاولى يعني ان 1 وان 2 وان 3 وان 4 وان 5، لازم نعوض الان 1 و2 و3 و4 و5 عشان نوجد الحد الاول كم والثاني والثالث، كل واحد لوحده.
لكن اهتموا مثلا زي الفرع الثالث بمثال أربعة، انه ايجاد مثلا الحد العاشر او زي كذا، يعني اللي هو صفحة 170 او 168. مثال خمسة، ما اعطاكم الحد الاول، اعطاكم حد ثالث واساس. انا ما راح العب والف وادور في الاسئلة، لازم اعطيك الحد الاول لانه القانون اللي معكم الحد الاول والاساس لازم يكون معروف. فمثال خمسة غير مطالبين فيه، اللي هو صفحة 171 او 169، 171 او 169 مثال خمسة غير مطالبين فيه. مجموع اول ان حد من متتالية حسابية، اللي هو صفحة 172 او 170 غير مطالبين فيه. مثال ستة وسبعة وثمانية غير مطالبين فيها في المتتاليات، مثال ستة وسبعة وثمانية هذول بتلاقوهم صفحة 170 و171 أو صفحة 172 و173. الوسط الحسابي أيضا غير مطالبين فيه، اللي هو صفحة 174 أو 172. الوسط الحسابي غير مطالبين فيه، مثال تسعة ومثال عشرة على الوسط الحسابي غير مطالبين فيهم. مثال تسعة ومثال عشرة بتلاقوهم بصفحة 172 و173 أو 174 و175. ثم انتقلنا للمتتالية الهندسية، ومثال 11 مثال مهم انه تفحص هل هي هندسية ولا لا. مطالبين بمثال 11 اللي هو صفحة 174 أو 176. لو نقلب الصفحة بنلاقي الحد العام للمتتالية الهندسية، وقلنا هذا الحفظ اللي هو القانون فقط حفظ. ومثال 12 مثال عليه يعني تقريبا يعني مهم، لكن مثل ما قلنا ركزوا انه توجدوا الحد مثلا رقم الخامس الحد الرابع وهكذا. هو طالب الحدود الخمس الاولى يعني A1 و2 و3 و4 و5. مثال 13 أوجد الحد الخامس المتتالي الهندسي في الحد الثالث وأساس. هذا غير مطالبين فيه مثال 13 لأنه ما أعطاك الحد الأول، أنا راح أعطيك الحد الأول والأساس حسب المعطيات الموجود معك في القانون راح ألتزم معك. فمثال 13 غير مطالبين فيه، مثال 13 موجود في 108 صفحة 180 أو 178. مجموع أول أن حد من متتالية هندسية أيضا غير مطالبين فيها. مجموع أول أن حد من متتالية هندسية غير مطالبين فيها. ومثال 14 و15 غير مطالبين فيه. مثال 14 و15 بتلاقوه بصفحة 178 و179 أو صفحة 180 و181. طبعا الوسط الهندسي ايضا بالاخير غير مطالبين فيه. الوسط الهندسي اللي هو صفحة 182 او 180 هذا غير مطالبين فيه. ومثال 16 و17 غير مطالبين فيه. هذا بالنسبة للمتتاليات. بمشيئة الله يوم الاربعاء راح نبدأ في الدوال، وممكن يعني تكون برضو محاضرتين متتاليات حتى نحاول يعني الأسبوع القادم، يعني طبعا لابد من نختم. طيب إلى هنا نصل إلى ختام هذا اللقاء، نرجو أن تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله إلى اللقاء، إلى يوم الأربعاء.